صدر باش تكون فيها برشة تنافس العدد منافس منظم عنده إمكانيات فردية محترمة إمكانيات جماعية نفس الشيء. ماهوش سهل باش ننتصروا عليه سيرتو بالأداء اللي الحاجة تفرح 3 بوان افيك اون دوميناسيون على مستوى الديك الكرة على مستوى خلق الفرص فريمون لي جوار كانوا في مستوى عالي يعطيهم الصحة برافو الميريت يرجع للاعبين على مستوى الأداء على مستوى الأبليكاسيون على مستوى التركيز كان ناقص شوية باش نمشيو على مستوى الهدف الثاني جاو العديد من المباريات ما نجحناش فيهم لكن في الوقت عرفوا الأولاد كيفاش يستحوذوا على الريزلتا ويجيبوا 3 بوان اللي وزنهم من الذهب المهم اللي كانوا لي جوار لي كاليتي تاع لي جوار اللي موجودين عندك لازم تحطهم في أحسن ظروف في أحسن أنيماسيون باش اللاعب يخرج الإمكانيات نتاعو دونك تو سكي فون دو جو تو سكي لي زيدي نتاعنا هما خارجين من البوتونسيال اللي موجود الحمد لله اللاعبين متجاوبين في وقت من الأوقات وقت تشوف في ليسون تونترمون ناس كونسونتري سو دون افون يخدموا يحبوا يطوروا وقت يبدا فما أهداف أكيد العمل هذا يعطي نتيجة الحمد لله اللاعبين في ديناميكية إيجابية لكن ما ننساوش موني سولمون خزيام جورني ولا كاتورزيام مازالت ماتش في فالالي ومازال نصف موسم كامل كي نتذكر نرجع للوراء في أربع مقابلات الأولانية الرجاء عندها 3 بوان وفما فرق عندهم 12 بوان كانوا 9 بوان رومونتي الولاد عملوا رومونتادا كبيرة رومونتادا على مستوى النتائج رومونتادا على مستوى البريستاسيون رومونتادا على مستوى الانفي على مستوى الرغبة اليوم نلقاو روحنا قراب برشا للمتصدرين دو بوان يلفو كونتينيي اسبيري دو بريستاسيون ميور اي سورتو دو ريزولتا يكونوا فيهم انشينمون سورتو لي سيري ان شاء الله سي لا كاتريام فيكتوار سوكسيسيف الحمد لله ما جاتش هكاك جات بعد برشا تعب من الملاعبين اللي ما عاود نقول نرجعوا للملاعبين تكلمنا احنا في فتره سابقه على التعزيزات اللي لازم تكون موجودين الميركاتو تاع ديسمبر سي ميركاتو كاليتاتيف دو جوار وماكسيموم 3 جوار خاطر اللي لعبناه هذا الكل شفت اللي لعبناه هذا الكل في 6 شهور مازال ثلاث مرات عدد المقابلات تقدموا في 5 شهور دونك تلعب شامبيونز ليغ تلعب شامبيونا تلعب كوبارا تلعب كاس العرش لازم تكون مجموعه والمجموعه هي اللي تنجم تمشي لبعيد لو كان لاعب برك في المحور ان سول جوار دونك يسوفي باش نطلع الكره في الوسط وانا بيل دون لا بروفوندور تخرج راس راس مي تلمون لي جوار في مخخهم لي 3 بوان رايحين ننزلوا ويشوف يغزر التابلو يلقى كيلكو مينوت برغم اللي ما حبتش اللي كانوا لي باس فير لاريير باش تعمل باس 10 باس 10 تعملها في وقت اللي وقت تبدا 3-0 تبدا الماتش سيء قتلته اما 0 تو مومون على بالارتي على غلطه نجم الادفرسير يرجع لي انا حبيت اللي كانوا نمشيو 2-0 وكان فما مجال لكن 2-0 ولا 1-0 ليسونسيال 3 بوان جيرو